يقول في بعض طبعات هذا الكتاب كتاب فتح المجيد طبعات متعددة، هناك في الحواشي تخريجات للأحاديث والآثار، فهل نأخذ بها من حيث الصحة والضعف؟ عصرية يعني، نعم. تعليقات عصرية، نعم نعم استأنسوا بها، إلا إذا عرفتم أنها غير صحيحة اتركوها، لكن استأنسوا بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تعليق الأذكار، ولكن انتبهوا، فيه ناس حتى إن وجد منهم من كتب ضعيف كتاب التوحيد، يعني الأحاديث الضعيفة في كتاب التوحيد، وهذا لا يجوز. كتاب التوحيد نعم يأتي فيه الحديث الضعيف، لكن يكون له ما يشهد من الآيات من الأحاديث الصحيحة، يكون ما تحت دليل آخر يشهد له ويقويه. نعم، فلا يستعجل الإنسان في مثل هذا الأمر. نعم.